تتهور يا كوتش. في بلدنا بيقولوا اللي يتهور يتعور. شبورة انت فين؟ طب انا في المطبخ، تعال. خدي دول. طب انت وراك ايه النهارده؟ ها؟ وراك ايه؟ لا انا ورايا اخواتي قطعوني. ايه ده؟ اللهم صل على النبي. الله اكبر، ضربته ازاي ده؟ هو النوع ده بيتضرب؟ يلا شبوره شيل. اشيل ايه يا عظمته؟ لا النوع ده ما يتشالش، ده يتحفر له ويتدفن مكانه. وديت هشام فين وسلمته لمين بالظبط؟ ما تتكلم يا عم، الكلاب دي بقالها 3 ايام ما كلتش. انطى خلاص يا ابني، بخاف من الكلاب. خلاص خلاص، رايحين بايه؟ خلاص اقول خلاص. الفيلا اللي فيها هشام دي اكيد هتبقى مترشقه رجاله وسلاح. خلينا نبص عليها بصه الاول وبعدين نتكلم. مش عبود الدواخل اللي يتعلم عليه في حتته. عليا الحرام ما حد معدي ولا متحرك الا لما اخد فلوسي منكم انتوا الاثنين. احمد باشا، في مصيبه جديده عند رحيم. في يا خالد؟ شكلنا كده داخلين على واحده ثانيه زي بتاع بولاق. اطلب قوه فورا. حاضر يا فندم. قوم، ما يامرش عليك ظالم. يا لهوي يا حلمي، في ايه ده؟ في ايه يا بنتي؟ انا عارفه في ايه يا رحيم، في ايه يا ابني؟ مفيش حاجه يا حاج. مفيش حاجه ازاي؟ ما تسكت مراتك يا حلمي. حنان، ما اسمعش صوتك. هات من الاخر عبود. ال 50,000 جنيه فلوسي اللي كلهم صاحبك عليا. هو انا مش قلت لك يعوض عليك ربنا؟ بس لو عايز تسترزق عندي ليك شغلانه هتكسبك اكتر من كده بكتير. شغلانتي؟ ما تبص لنفسك، ده انت طالع من السجن مش لاقي اللضا. مالكش فيه بقى. عايز تسترزق انت والرجاله اللي معاك دي ولا لا؟ انجز، فلوسي فين؟ عبوده، لو جاي ولو اتعلم وتمشي ما انصحكش. علشان رحيم لو عضم في قفه ما بيسيبش حق. وهقولها لك تاني، لو سلاحك ده اترفع عليا موتني. علشان لو ممتش هزعلك قوي. انت بتهددني؟ لا انا بس بفطمك، علشان ساعتها مش هيكون لك حق عندي. ومات الكلام يا حاج بدر. ايوه. هات الامانه اللي عندك في الدولاب. امانه ايه؟ مالك الان ليه؟ ده انت اللي معاك السلاح. رحيم خد. امسك. ايه ده؟ ده العربون. ودول علشان الرجاله، علشان مش رحيم السيوف اللي تيجي لحد عنده رجاله
وتمشي من غير ما يتعمل معها احلى واجب. خد يا دي امسك. على فكره دي انت ما تربتش، انت ما عرفتش تربي رجالتك يا عبوده. مش تستاذن ياد معلمك الاول؟ تزنهم بقى، خلي الرجاله تتحي. مد ايدك يا انت. ما ردتش ليه؟ يعني بعد كل اللي حكيته لك ده كنت عايز نهرب يا عمام؟ مش يمكن الراجل كان مستنيني بره ده عايز يقتلني؟ دكتوره داليا عندها حق يا عماد بيه. التليفون فين؟ انا فتشت كله ما لقيتش حاجه. على الاقل اعرف الدعم منين. في حاجه غلط. احنا كنا فاهمين ان اللي بيكلمها هو اللي حط لها المخدرات. ازاي وهو اللي عايز يهربها او عايز يدبسها اكتر في الهروب؟ قضيه المخدرات دي ممكن تكون اتسببت في تورطه هو. انت مش بتقول ان هو كلمك في السنتر؟ يمكن مش فارق معايا، انا عايز اخرج من هنا. طب بصي سامي، ممكن تسيبنا لوحدنا شويه؟ ما تطولوش، المأمور لو شافني بره هيدخل لكم. قال لي اسمعيني لو سمحتي، دي اخر مره شفت ابوكي امتى؟ انت بتسال على بابا ليه؟ يعني ممكن يكون اداكي شنطه وقالك شيليها عندك، والشنطه دي يكون فيها مخدرات وانت ما تعرفيش. انما انت اتجننت يا عماد؟ انت ازاي تجيب سير بابا في حاجه زي كده؟ انت فاكر بابا ايه؟ انا اسف، انا كنت بحاول افهم بس. عماد اياك تجيب سير بابا في حاجه زي كده تاني، ولو انت مش عارف تساعدني انا هساعد نفسي. خلاص خلاص، قلت انا اسف. ايوه جاي، رسي على شيشه تجيب بلاي قطيفه. العب يا برنس. خشب يا غشيم. وانت غشيم في كل حاجة، حتى في الطاولة. تعمل ايه بقى؟ ارزاق راحت عليك العشرة يا حلو. ايه ده؟ انت بتسلمنا يا رحيم؟ اثبت يلا. انت عبودة يلا؟ خير يا باشا، في ايه؟ كنت جايب رجالتك وقفل الحارة ليه؟ ما حصلش. هو ايه اللي ما حصلش؟ الراجل لما عرف اني خرجت من السجن جه حييني، رقص شويه هو ورجالته، وبعد كده مسكوا طريق. فتش الواد ده. تشرب يا باشا. ولا بدوي؟ عمرك رحيم باشا. هات واحد شاي كارف ميه للباشا بسرعه. بس كده عليا يا باشا. وشوف الرجاله تشرب ايه. حاضر. اصل ما ينفعش يا باشا تيجي انت والرجاله لحد رحيم السيوفي الا لما يتعمل معاكم احلى واجب. يلا يا رجاله. نورت يا باشا. الموبايل طلع مسروق. كنت متوقع حاجه زي كده، بس على الاقل لو عرفنا مسروق منين ممكن ده يقربنا شويه. انسى معاليك. عارف مسروق منين؟ من شارع ورا القسم. صاحبه هو بيعمل المحضر كان الموبايل في ايد داليا متفرمط ومحطوط له شريحه. ناس محترفين دول، ما بيهزروش. عموما انا اتقص على ابوها، صعب يكون هو. كميه المخدرات اللي لقوها في مكتبها بفلوس كتير قوي، وهو يعني ظروفه تحت الصفر. يبقى اكيد حد من اللي بيروح لها المكتب هو اللي زائلها الحاجه. ودي برضه حاجه تفوتني، انا بعت استدعي كل العاملين في مكتبها علشان يتحقق معاهم، ما عدا شخص واحد ما جاش ومش عارفين نوصله. مين؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ حاضر جاية. انت؟ انت جاي ليه؟ عاوز فلوس؟ لا، أنا جاي عشان أطمن على بنتي. بنتك؟ طمن عليها بعد ايه؟ بعد ما ضاعت؟
يا ريتك كنت انت اللي اتقبض عليك وارتحنا منك. قد كده بتكرهيني؟ ده انا جوزك وابو بنتك. طليقي لسه فاكر بنتك؟ كنت فين لما روحت اتجوزت الزباله اللي ضيعت عليها كل فلوسك؟ كنت فين وبنتك بتشتغل وتستلف عشان تكمل دراستها؟ كنت فين؟ امشي حامد امشي. انا مش همشي الا ما اطمن عليها. روح لها. للاسف هي هتفضل اسمها مرتبط باسمك طول العمر. روح لها الاسم ولا تلاقيك خايف تقرب منه. طب يا هلا انا كنت عايز اقول لك على حاجه. انا كنت بروق الاوضه. هو في عندك يا بنت؟ انا لسه ما خلصتش كلامي يا اختي. انت كنت بتدور على فلوس رحيم مش كده؟ اللي انت بتقوله ده يا حاج ما يصحش الكلام ده. الله لم لسانك يا بنت وبطلي كده. كده ولا مش كده؟ عموما الفلوس اللي بتدور عليها اهي. خد يا بنت امسكي خدي الفلوس اللي انت عاوزاها. الفلوس